حالات صحية سيئة يعيشها طلاب الغوطة الشرقية نتج عنه تراجع في تحصيلهم العلمي، وسبب ذلك نقص الغذاء التي تعانيه الغوطة الشرقية منذ أكثر من عامين، مما دفع المسؤولين عن بعض المناطق داخل الغوطة للعمل على مشروع توزيع الوجبات داخل المدارس. فالمستفيدون من هذا المشروع أكثر من 14,000 طالب داخل 42 مدرسة ضمن 5 بلدات داخل الغوطة. والمشروع الحمد لله كان ناجح كثير وجيد يعني، وحتى الكادر ما شاء الله كانوا متعاونين وما أحلاهم، والمدارس الحمد لله كمان كانت متعاونة معنا كثير يعني. طبعا هذا المشروع كان أفضل من المشروع الماضي، لأنه كانوا الأهالي كمان بعثونا الشكر. يعيش في ظل الحصار 30,000 طالب وطالبة بالغوطة الشرقية، إلا أنهم يصرون على التعليم للنهوض ببلدهم بعد أن يسقط نظام دمر حضارته وعمرانه وفتك بشعبه ويسعى للقضاء على مستقبله.